حصل اخويا جنب في الصبح عندنا محل اخضر في ليبيا، بيفتح المحل واحد دخل راح طلع المسدس من جيبه ضرب بطلقه في راسه، بياخد اخويا في العنايه المركزه من الصبح، ما عرفوش لا حي ولا ميت ولا عارف النظام. اتصلنا رجعت نتصل بجوا اخواتنا في ليبيا، مش حدش عارف يرد علينا، حد عارف يكلمنا لسه الحاله مش عارفين، على الضغط ما استقرتش، هذا كل اللي حصل. ولسه مش عارفين ان احنا قاعدين دلوقتي، رجلنا ناشف من الصبح يعني دلوقتي، حد لا مش عارفين نعمل ايه. في ناس من اصحابنا في ليبيا بلد عمنا، في ناس بتقول ده الناس لا قدر تطلع ولا قدر تخش ولا حد قادر يروح يحجز هناك يسافر لطيران ولا بر ولا في حتى سيارات خالص تجيهم من بره، مفيش اي حاجه خالص. هذا كل القصه. واحنا في ناس هناك مزنوقه كتير، حتى طالع في ناس اللي بتاع 10 ايام من ساعه الحجز بتاع سراج دوه بتاع السبع جمعتين دول، مفيش حد راح ولا حد جه، كل الناس قاعده محبوسه في السكن، مفيش حد بيروح ولا حد بيجي، كله قاعد محبوس مستنيين اي حاجه، اي حاجه من مصر انها تحصل، طياره تروح اللي عايز يجي، اللي يقعد يقعد براحته، اللي عايز يجي المفروض يبقى في اي حد يروح هناك يكون مسؤول. حتى السفاره هناك في مصر هنا عامله حاجه، ولا في ليبيا عامله حاجه، ما فيش حد ولا تقول في مسؤولين في مصر، ولا تقول الشعب المصري ده ليه كرامه ولا ليه قيمه في اي مكان اساسا. كل يوم انا برضه ابن عمي اسمه عماد مجدي يديله اكتر من سنه ونص الوقت، لا عارفينه حي ولا عارفينه ميت ولا عارفين صح ولا عارفين اي حاجه. وكل يوم حالات بتتكرر نفس النظام يوميا. انا عن نفسي اترفع فيا السلاح واتشد على الاجزاء كم مره بامانه في ليبيا، في ليبيا واخد هنا كده مضروب بتاع، واخد 14 غرزه في ايدي هنا كده، وعامل عمليه برضه، واخويا تكرروا نفس النظام النهارده مش عارف انا يعيش ولا يموت. انا بلجا اسال المسؤولين يبعتوا، كان حضرت ست سيسي هتجيب الناس اللي عايزه تيجي، اللي هناك لا قادر يجي ولا قادر يروح، والدنيا واقفه خالص، حتى يبعت طياره كده هو اللي عايز يجي، والناس تبقى براحتها بقى، اللي تحصل لحاجه يبقى مسؤول عن نفسه. انا بالنسبه لاخويا مدعي لربنا بس يشفيه اول حاجه. قال ايه؟ ربنا يشفيه اول واخير. بس.